رد فاق التوقعات، سجلته معظم شرائح المجتمع العراقي وفي مقدمتهم الطلبة، بعد القرار الذي اتخذه مقتدى الصدر وانسحب على إثره أنصاره من ساحات التظاهر. لكن سرعان ما ثبت فشل هذا الرهان أيضا أسوة بالرهانات الأخرى، ابتداء من محاولات ركوب الموجة مرورا بالعنف المفرط وعمليات الاغتيال والخطف وخديعة المليونية، وصولا إلى محاولات التشكيك والتثبيط. صراحة الطلاب اتخذوا قرارهم من أول يوم بالثورة من الشهر العاشر، ومستحيل يتراجعون عن هذا الشيء. والله ذول يعني صراحة يمثلون شخصيات، يعني بينوا ولاهم لمن، يعني بينهم أنه ولاهم مو للعراق. أي واحد طلع من التحرير قبل ما تتحقق من مطالب المشروعة فأكيد بين ولاء لمن. هاي شغلة. شغلة ثانية، يعني احتراما دماء الشهداء اللي ماتوا على مود، يعني هاي الشغلتين ما سووها وانسحبوا بين انتماءاتهم ولاهم علما، يعني تعرف الشخصيات ودول خارجية. مسيرات طلابية تترى باتجاه ساحة التحرير تؤكد الثبات على طريق الثورة الذي بدأوه جنبا إلى جنب مع إخوانهم المعتصمين في الساحة، والوفاء للشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل استعادة وطنهم. طبعا ضالين احنا وضالين ونتظاهر يومية وما نداوم وما نترك ساحات الاعتصام أبد. احنا بدينا ودم الشهداء أبد ما يضيع. والله ما اعرف ايش قالوا نفسهم انه انسحبوا من ساحات الاعتصام، واحنا هنا شهداء يومية دا تروح، يومية دم، يومية ام شهيد دا تروح، يعني يومية بيت دا يخلى من اشخاص نحبهم. ما اعرف شلون يعني ايش قالوا نروحهم واحنا هنا دا نعتصم وانسحبوا من ساحات الاعتصام. اللي ينسحب ويبيع القضية بعد هو والله وكل من ضميره، يعني ينسحب ودم الشهداء اللي راحوا والجرحى بالالاف هيك يروح، يعني حرامات. وكل من هنا ماكو احد يقوده، كل من طالع بنفسه وذاته وبغيرته. لا يضرهم من خذلهم ولا يضيرهم من يريد ان يسلمهم لكي يقضي على ثورتهم التي باتت وسيلتهم لتحقيق اهدافهم التي طالما حلموا بها. وها هم اليوم يقطعون شوطا كبيرا في سبيل تحويل تلك الاحلام الى حقيقه بجهود شبابيه مخلصه بعيدا عن دنس الساسه والاعيب احسابهم.